أهلا بيكم في اختار كارت. موضوع النهاردة شوية يعني لازم أفهم بعض الناس، لأنه في عفوا بعض المفاهيم مغلوطة عندكم. لما قارئ التارو بيعمل قراءة عامة فيما يخص ما القادم لكم للحب والزواج، أو ما القادم في طريقك للحب والزواج. يا جماعة الخير، احنا بنعمل القراءات دي قراءة عامة لجميع الفئات، سواء عمرك ما اتجوزتي، سواء مطلقة، سواء أرملة. فكلمة عزاب ليس معناها يرتبط بالعذرية، يعني مش معناه إنك أنت مطلقة فالقراءة دي لا مش ليكي، أو أنت أرملة لا القراءة دي مش ليكي. لا، قراءة ما القادم لكم في طريقكم للحب والزواج لجميع الفئات، للمطلقات، للعزاب، للأرامل. وكلمة عزاب لا ترتبط بالعذرية، كلمة عزاب يعني أنت لوحدك، ليس لك علاقة، انت سنجل، مش عايشة علاقة عاطفية. دي كلمة يعني معناها كلمة العزاب، مش أعزب يعني فقدت عذريتك، لا. فحاولوا من فضلكم يعني تركزوا في مفاهيم الكلمات قبل ما تطلبوا بعض مواضيع القراءة، لأن هي نفسها طاقة واحدة، تمام؟ فاستثنائيا النهاردة هعمل قراءة للمطلقين والأرامل، وكذلك العزاب يقدروا يتفرجوا يعني عادي. لكن بما انه بعض الناس لسه افكارهم مغلوطه وفاكرين ان لازم نخصص قراءه خاصه او عامه للمطلقين لوحدهم، فانا استثنائيا النهارده هقول للمطلقين، لكن يعني العزاب يقدروا يتفرجوا كمان. تمام. هيكون الاختيار حسب طاقه اول حرف من اسمكم، مجموعه اولى من الاحرف دي: ت س غ ي ذ ل م ص ج ز ع ث أ واو وضاد، او اختيار الحجر البلوري ده العسلي او البني، تمام، نحطها هنا. المجموعه الثانيه من الاحرف دي: ك ن د خ ط ح ر ه ق ش ض ف ب م، او اختيار الطبل البلدي ده. إن شاء الله تتزفي بالأغاني والفرح إن شاء الله. نشوف أولا طاقتكم عاملة إزاي يا أصحاب المجموعة الأولى. يلا نركز. طاقتكم حاليا أهو، عاوزين تفرحوا، عاوزين فرح، عاوزين جواز، عاوزين ارتباط رسمي. أهو تغيير طاقة من طاقة السنجلة اللي انتم فيها، يعني الوحدة اللي انتم فيها، إلى جواز وارتباط. سبحان الله. طاقتكم الحالية أصحاب المجموعة الأولى، شايفين انتم إذا عاملين ازاي دلوقتي؟ قاعدين ماسكين الموبايل بتاعكم وبيتفرجوا على هذا الفيديو، اهو قاعدين كده ماسكين مركزين في القراءة دي. عاوزين تعرفوا القادم لكم في طريقكم للحب والزواج، من اللي جاي لكم عشان ترتبطوا وتتجوزوا. ده يعني التركيز ده مش قادر يخرج من عقلكم، بتفكروا ليل نهار ايه مستقبل حياتكم في النطاق العاطفي أو في المجال العاطفي. غالبا البعض منكم دخلتم علاقات عشوائية، نقول علاقات عشوائية، أو البعض منكم دلوقتي في علاقة ومش عارفين مستقبل العلاقة دي. في خوف رهيب جواكم، في رهبة، في زي ما نقول إحنا مترددين، تردد كبير جدا. حتى ولو انتم قاعدين دلوقتي بتتفرجوا وعاوزين ترتبطوا وتتجوزوا، لكن عندكم تردد في الجواز، لان البعض منكم هنا دخلتم فضول، مش مع لا لم ت... يعني ما عدتوش تصدقوا الكلام الترو والحاجات دي. لانه بين قوسين كملاحظة يا ناس، القراءة العامة حتى ولو كان فيه بعض الاشياء تنطبق عليكي، فمش هتقدري تحددي اذا كان مستقبلك في القراءة دي هيكون زي ما هيكون في القراءة العامة. تمام. فحاولوا يعني تاخدوها على نطاق التسلية، وسيبوا الأمر لربنا سبحانه وتعالى. تمام. البعض منكم هنا دخلتم في علاقات عشوائية، ومن كتر ما اتأذيتم وادولكم على دماغكم أصبحت الثقة شبه منعدمة.
في أي حد يقترح عليكم علاقة عاطفية، أنتم عندكم نوع من الرهبة، من الخوف، من التردد، من يعني اللخبطة ما بين القبول والرفض، مش عارفين. يعني أنتم عاوزين ارتباط وعلاقة وترسيم علاقة وجواز وكل حاجة، لكن في نفس الوقت خايفين من عواقب العلاقة دي قبل الجواز. هل الإنسان ده صريح معايا؟ هل الإنسان ده ناوي حقيقة يرسم علاقته معايا؟ فدايما داخلين في حيرة وفي علاقات فيها عراقيل عديدة. البعض منكم دخلتوا في علاقة مع حد متجوز، البعض منكم أهل الحبيب بتاعكم واقفين لكم في الوسط مش قادرين تتخطوا مشاكل دي أو العواقب دي، البعض منكم في بعد في مسافة ما بينكم، في فرق سن، في فرق في العادات والتقاليد، في يعني فروق كبيرة جدا، وانتم عاوزين تتغلبوا على كل المخاوف دي اللي جواكم، كل العراقيل دي مش عاوزينها، مش عاوزينها في أي علاقة انتم هتكونوا فيها. فعشان كده انتم دلوقتي في طاقة انتظار ما سيضعه القدر في طريقكم للحب والزواج، زي ما نشوف الإيد دي خارجة من السحاب ده بعصا وفيها براعم جديدة. دي كانت طاقتكم أصحاب المجموعة الأولى. نشوف دلوقتي مين اللي جاي لكم في طريقكم للحب والزواج. هنستعمل، استنوا كروت تانية. هنشوف طاقته، مواصفاته، شغله، ازاي هتتعرفوا عليه وفين هتتعرفوا عليه، وملاحظات حول شخصيته. بهزر دايما في فيديوهات دي، جاي لكم حد عجوز غني بس عجوز، هيفضل له كده يوم ولا اتنين ويودع وتورثي كل حاجه. بهزر معاكم. بين قوسين في واحده كتبت تعليق مره قالت لي مش من الذوق انك تضحكي وتهزري واحنا يعني حزنانين ومقهورين ومجروحين، يعني هتخسري مشتركين كتير على لما تهزري بالشكل ده. بصي يا بنت الناس ويا جماعة الخير، انا هنا بعمل لكم قراءة عامة، تمام. فانا عارفة انكم داخلين مجروحين وداخلين مكتئبين وكل حاجة، ف طريقتي دي ناس كتير عجبتها وبتدخل لقلوب البعض منكم فرحة وبهجة وتشيلكم من الطاقة اللي انتم دخلتم فيها بها في الفيديو، تمام؟ فأنا لا أستهتر بمشاعر أي حد، ولا أنا مسؤولة باللي بيحصل في حياة أي حد، تمام. فما تحكموش على حد من غير ما تعرفوه ولا تعرفوا قصده ولا تعرفوا الكينونة بتاعته. شكرا لتفاهمكم واعتذر عن الشرح والإطالة في الشرح. ما انا قلت لكم حد هجوز. بهزر، اسكتي. بصوا كده، طاقة الشخص ده دلوقتي في طاقة تفكير عميق جدا في الارتباط. بيفكر في الارتباط ليه؟ لأنه وصل لمستوى معيشي هو مستعد بيه دلوقتي، يفتح بيت ويصرف على بيت ويعني يأسس أسرة. عنده الشخص ده شروط ومواصفات للإنسانة أو الإنسان اللي عاوزين يرتبطوا بيهم. القراءة دي للجنسين، للرجالة وللستات. يعني لما بتكلم بصيغة الأنثى مش معناه الفيديو ده خاص بالستات بس، لا. لما أقول أنت أو هو، اقلب القراءة على حسب جنسك. يعني أنت راجل، الست دي مستواها المادي كويس وبتفكر في الارتباط وكل حاجة. أنت ست بتتفرج على هذا الفيديو، الشخص ده مستواه المادي دلوقتي كويس وبيفكر في الاستقرار وفي الزواج وفي ربط يعني علاقة مستقبلية للجواز. والشخص ده عنده مواصفات خاصة في الست دي أو في الراجل ده. المواصفات بتاعه إن الإنسانة دي تكون بنت ناس، بنت أصول،
بنت ناس، بنت أصول، من عيلة شريفة، من عيلة أصيلة، ومواصفاتها يعني عنده مواصفات خاصة. الشخص ده ما بيحبش الست التخينة، بكل احتراماتي للستات التخينة، في ستات تخينة جميلة يعني ما شاء الله عليكم، يعني الشكل لا يصف جوهر الإنسان، لكن لكل شخص الذوق بتاعه. الشخص ده بيدور على ست بمواصفات خاصة، المواصفات دي إنها تكون متوسطة الطول، مش تخينة كتير، تكون عندها مستوى ثقافي معتبر، مش شرط تكون دخلت الجامعة، تكون إنسانة تعرف للإتيكيت، يعني تعرف إزاي تلبس، تنسق الألوان، تتعامل مع الناس، حضورها يلغي حضور الغير، يعني إنسانة أنيقة، إنسانة أنيقة في فكرها وفي تواجدها وفي وقفتها وحتى في علاقتها. الشخص ده طاقته إنه مستعد دلوقتي إنه يأسس أسرة ويرتبط. من مواصفات الشخص ده، الشخص ده غالباً عقله أو تفكيره يفوق سنه، بمعنى إن الشخص ده مش إنسان كبير جدا، لكن في تعامله في تفكيره واعي جدا، إنسان عنده ذوق، إنسان اتعلم من الدنيا دروس عشان يعرف إزاي يتعامل مع كل الناس. وغالبا الشخص ده عنده حظ كبير جدا 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 في الأموال وفي الرزق، يعني إيده مربوحة زي ما نقول إحنا. والشخص ده من عيلة كويسة، عيلة محترمة، وغالبا يا إما أرمل وعنده عيل أو مطلق وعنده عيال. أبيض البشرة، حنطي مائل، أبيض مائل إلى الحنطي البشرة، شعره مش أسود لكن بني، فيه بعض الشعرات كده بيضة بتاعت الشيب. تمام. الجانب المادي بتاعت الشخص ده، إنسان مرزوق من عند ربنا، الشخص ده إنسان مرزوق من عند ربنا، خير عنده ورزقه به ربنا زي ما قلنا هنا، مكتفي ماديا. وغالبا الشخص ده شغله يا إما دكتور، يا إما فاتح مشروع لنفسه، يا إما يشتغل في محل مخبر تحاليل، أو فاتح مخبر تحاليل أو مخبر أشعة، أو بيدير أو مدير في مؤسسة ترعى الناس المسنة، أو الناس يعني دكتور نفساني، مدير لمصحة تشافي أو شفاء، كمستشفى، كعيادة خاصة، حد يعني راقي في التعامل بتاعه مع الناس، شغله فيه تعامل مع الناس من الناحية النفسية والناحية الصحية. الجانب المادي قلنا الإنسان ده كويس جدا، والشخص ده هتتعرفوا بيه يا إما تكونوا معزومين على حاجة، يا إما تكونوا معزومين على فرح، على عيد ميلاد، أو تكونوا في مكان فيه مناسبة، أقول لكم عيد معين وطني ديني حاجة زي كده، هتتعرفوا بالشخص ده، وفي أول نظرة هيشوفها فيكم الشخص ده هيكون ناوي الجواز مباشرة، ودي أول حاجة هيقولها لكم، في رغبة في الجواز، إنه هيطلب إيدكم مباشرة، مش هيطلب منكم علاقة يعني عابرة أو علاقة تقعدوا فيها مطولين كده عشان يتجوز معاكم، لا، الشخص ده هيطلب منكم الجواز مباشرة، يتعرف عليكي يقول لك كذا وكذا وكذا، انا فلان، ويدي لك رقمه يقول لك انا بشتغل كذا وكذا، او يطلب رقمك انت ورقم ابوك او اهلك عشان يتواصل معاهم، لان الشخص ده زي ما قلت لكم من الاول بيفكر في الاستقرار وبيفكر في ترسيم علاقة. وغالبا الشخص ده للبعض منكم هتتعرفوا بيه في مواقع التواصل الاجتماعي، للبعض منكم مش كلكم، لأن القراءة دي يا جماعة الخير قراءة عامة وليست خاصة، ففي احتمالات كتيرة، مش كلكم مثلا هتتعرفوا في مكان فيه فرح، مش كلكم هتتعرفوا في مكان فيه مناسبة، لا، في البعض هيتعرف مثلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على منشور منزور يعني نزل، أو في قناة زي قناة ترو كده، أو قناة ل اسمهم ايه، ليزانفلونسوغ، المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتم هتتبادلوا اطراف الحديث على الموضوع ده، موضوع الفيديو اللي انتم بتشاهدوه الاثنين، او المنشور اللي علقتم عليه انتم الاثنين، وهتخلق ما بينكم
كلام كده تدخلوا بيه للخاص وتكملوا كلامكم في الكلام ده، وبعدين تعجبوا وجهة نظركم وطريقة كلامكم، فيبدأ يبحث هل انتم مرتبطين، هل انتم مخطوبين، هل انتم عندكم نية الجواز وكذا وكذا وكذا. بعديها هيقترح عليكم مباشرة انه ناوي يتجوز، وهيشوف هل فرق السن ما بينكم او فرق الجنسية او العقيدة مش هيكون عائق ما بينكم لترسيم العلاقة والاستقرار. تمام. الارقام اللي هنا تقدر تكون ارقام حظ، تقدر تكون ارقام دخل في تاريخ ميلادكم، رقم الموبايل او حاجة هتفكركم، رقم هيفكركم بحاجة معينة. تمام. الارقام هي 27 33 12 39 11 6 31 3 5 21. تمام. ده كل اللي شفناه لأصحاب المجموعة الأولى. هنشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي: 100%، 80%، 60%، و50%. يلا 100%، برج الحوت، برج الجوزاء، وبرج الدلو. 80%، برج الجدي، برج القوس، وبرج الحمل. 60%، برج الميزان، برج العذراء، وبرج السرطان. أما الأبراج المتبقية 50%، برج العقرب، برج الأسد، وبرج الثور. 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية القراءة الأولى. ما تنسوش دعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وتحت في صندوق تحت يعني في التعليق المعلق هننزل يعني هنحط لكم عنوان ورابط لفيديو تاني موجود في قناتنا الثانية، نرجو إنكم تشتركوا فيه وتدعمونا هناك. أصحاب المجموعة الثانية، اللي أول حرف من اسمكم يبدأ بالأحرف دي، أو اللي اختاروا الطبل البلدي ده حطوا هنا. ونبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الثانية بطاقتكم عاملة إزاي. غالبا البعض منكم هنا متطلقين وعندكم رغبة في الرجوع مع الطليق اللي كنتم عايشين معاه في علاقة ثلاثية. في عند ما بينكم، في عند كبير. في رغبة للرجوع مع الإكس، يا إما الطليق يا إما حد جديد، لكن الجديد ده هو الاكس بتاعكم. للبعض منكم انتم عندكم رغبة في الرجوع مع الاكس بتاعكم، اما طليق اما كنتم في علاقة مع حد وعاوزين ترجعوا له. اقول لكم البعض منكم هنا عشتم خيانة مع الشخص ده اللي طاقتكم مربوطة بطاقته. اعتذر عن الانقطاع، نكمل. غالبا هنا اصحاب القراءة التانية عشتم خيانات، عشتم علاقات ثلاثية رباعية. البعض منكم العلاقات الرباعية دي اللي عشتوها كانت من جميع الأنواع، علاقات عاطفية، خيانات عاطفية، ميول لعادات وتقاليد، تدخل أهل، تدخل أطراف ما كانش ليها لازمة أصلا إنها تدخل ما بينكم وما بين الحبيب ده. البعض منكم هنا مستعد انه يرجع، مستعد انه يرجع مع الطليق او مع الاكس بتاعكم. وغالبا الاستعداد ده شايفين فيه نوع من ازاي افهمكم دي، شايفين فيه انه الرجوع ده عشان يتم يجب عليكم انكم تستحملوا حاجات وتتقبلوا حاجات وفي نفس الوقت تشرطوا حاجات. زي ما نشوف الكوين اوف وانس هنا واخده قرار على مبادئ على رجوع الشخص ده اللي هو النايت اوف وانس. انتم شايلين هنا العصا اللي في ايد الراجل ده،
يعني عاوزين تتبادلوا. بصوا لو نشوف كده، الرجوع ده جاي بشروط، هو بشروط وانتم بشروط، بس في نفس الوقت الرجوع ده هيكون متعب جدا 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 ليكم. ليه؟ لان الشخص ده غالبا زمان في علاقتكم لما كنتم معاه وعدكم بوعود كتيرة وخالف الوعود دي، وخايفين ان الوعد اللي هيديهولكم المرة دي لو يرجع وتقبلوا هيكون زي الوعود السابقة دي. بصوا كم من مرة وعدكم بحاجات لكن لم يوفي بالوعد ده، وكل مرة العلاقة بتاعتكم، أو للبعض منكم أنتم متطلقين، العلاقة بتاعتكم بقت بالفشل وحصل فيه انفصال وطلق ربما مرتين، أو وصلتم لثلاث مرات لثلاث طلقات يعني، وفي حرمان من العيال، حرمان ربما حصل لكم إجهاض في مشكلة كانت حاصلة ما بينكم وما بين الطليق بتاعكم، ربما بعد ما اتطلقتم أخذ منكم العيال دي، وسبب رغبتكم في الرجوع لم شمل العيال دي بأبوهم وأمهم. هنا احنا بنشوف، عفوا، هنا بنشوف الكوين اوف وانتس، تمام، وهنا بنشوف الكينج اوف وانتس، يعني الاتنين، انتوا الاتنين شايلين نفس العصا وفي نفس المستوى. البعض منكم هنا، اي نعم، داخلين تشوفوا الفيديو ده عشان تشوفوا اذا كان فيه حد جديد هيدخل حياتكم، هتتجوزوا مرة تانية وكل حاجة، لكن أغلبيتكم 90% هنا شايفين إنه لو الطليق ده رجع لكم بنفس التفكير بتاعكم، بنفس يعني برغبة في تحقيق الطلبات بتاعكم، هتكون الحياة ما بينكم سعيدة، هتكون الحياة ما بينكم سعيدة، ووصلتم ونجحتم انتوا الاتنين عشان على انكم يعني تتقدموا في العلاقة بتاعتكم المستقبلية دي بقدم وساق. تمام. لكن في نفس الوقت عندكم يعني ما عندكمش امل كبير جدا ان الطلاق ده يرجع، لا، عندكم للبعض منكم رغبة انه حد جديد يدخل حياتكم يشبه لكم في المبادئ، في التربية، في الأصول، في معرفة قيمة الطرف الثاني في الجواز سواء زوج أو زوجة، وسايبين نفسكم كده لقضاء الله وقدره، لأنكم اتأذيتوا جدا حتى ولو اتجوزتوا مع حد جديد. في خيبة أمل مستحيل تروح ما بين ليلة ونهار كده، أو ما بين يوم وليلة، أو بعد سنة أو سنتين، لأ. زي ما لو كانت تجربتكم دي في الطلاق أو في الانفصال علمتكم، علمت على قلبكم، علمت على أفكاركم، على تفكيركم، على كيانكم، وعلى جسمكم، في حاجة فقدتموها خلاص، اللي هي الثقة مرة تانية في حد تاني لو يقول لكم بحبكم أو حاجة زي كده. متقبلين اللي هيكتبه لكم ربنا، متقبلين، عاوزين جواز، عاوزين ارتباط وكل حاجة، لكن عاوزين المرة دي حاجة يبعتها لكم ربنا، زي ما نشوف الملاك الجميل ده، حاجة يبعتها لكم ربنا، يعني تتقي الله فيكم، تتقي الله فيكم وفي الجراح اللي جواكم. دي كانت طاقتكم انتم. نشوف دلوقتي طاقة الشخص ده اللي جاي في طريقكم للحب والزواج. ملاحظة يا جماعة الخير، زي ما فهمت لأصحاب المجموعة الأولى، لما نقول يا جماعة الخير قراءة عامة، من القادم في طريقك للحب والزواج، أو ما القادم في طريقك للحب والزواج، مش معناه إن القراءة للعزاب، فكلمة العزاب مش لا ترتبط بالعذرية، تمام. كلمة عزاب يعني أنت سنجل، أو أنت سنجل يعني أنت من غير علاقة، أنت لوحدك مش عايش علاقة عاطفية، مش مرتبطة بالعذرية، عمرك ما اتجوزتي، أو أنت متطلقة فالقراءة مش ليكي، أو أنت أرملة، القراءة مش ليكي. لا، القراءات اللي فيها قراءات عامة،
ما القادم لكم في طريقكم للحب والزواج لا تخص العذرية، تخص كل إنسان عايش لوحده مش عايش علاقة عاطفية. تمام. فأنا تلبية لإرضاء بعض المشتركين المهتمين بقناتنا والداعمين لقناتنا، خصصت الفيديو ده للمطلقين، وتقدر تكون كويسة كمان للأرامل وحتى للعزاب، تمام، لعمرهم ما اتجوزوا. يلا نشوف طاقة الشخص ده، حالته المادية، شغله، صفاته، تعرفوه ما تعرفوهوش، حتى ازاي هتعرفوه، ازاي هتتعرفوا عليه، كل المعلومات دي هنشوفها دلوقتي. زي ما شفنا في الطاقة بتاعتكم، غالبا يعني انتم حسب موضوع الفيديو متطلقين بحكم قضائي. تمام. جماعة الخير، القراءة دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فمن فضلكم خدوا الحاجة اللي تمشي على سكة حياتكم، وسيبوا الحاجة التانية إذا شفتوها غير ملائمة ليكم، وإذا شفتم إن الطاقة هنا مش موجودة بتاعتكم فشادوا القراءة الأولى. أصحاب المجموعة الثانية، الشخص ده اللي جاي لكم في طريقكم هو حد من الماضي، مش حد جديد، حد من الماضي. ما ماليش دعوة أنا يا ناس اللي مش عاوزة حد من الماضي، أنا ماليش دعوة، الكروت هي طاقتها كده، لأن الحد ده في حقوق ما بينكم انتوا الاتنين عاوز يرجعها لكم، وعاوز يتواصل معاكم، ولا ربما البعض منكم الطليق بتاعكم تواصل معاكم مؤخرا وقال لكم انه عاوز يرجعكم. في امور معلقة فيما يخص المحكمة ما بينكم وما بين الشخص ده، يا اما حقوق مادية كنفقة عيال، كنفقة طلاق، أو حاجة من النطاق ده، يا إما الشخص ده متورط في مشكلة في القضاء بتخص الفلوس، يا إما حصة ورث، يا إما أنتم هددتوه على إنكم تشرعوه على أو ترفعوا عليه قضية فيما يخص فلوس ما بينكم، حاجة زي كده. يعني في طاقات مختلفة هنا، بس التركيز الأكتر إن الإنسان ده عاوز يتواصل معاكم عشان يرجع لكم حقوق دي، في حقوق مادية عاوز يتواصل معاكم ويرجعها لكم. البعض منكم هنا هتجيلكم هدية من طرف الشخص ده، هدية ما كنتوش متوقعينها هتجيلكم، لأن غالبا البعض منكم هنا أصحاب المجموعة الثانية، الشخص ده بيشتغل معاكم في نفس المكان، أو في شراكة في مشروع معين ما بينكم أنتوا الاتنين، لأن الشخص ده شايف من وقت ما سابكم وروح، وغالبا أصحاب المجموعة الثانية الشخص ده في بلد تانية، أنتم في بلد، هو في بلد، ربما هو بيشتغل في بلد وأنتم في بلد الأم بتاعكم، أو أنتوا الاتنين مغتربين في بلد يعني غير البلد الأم بتاعكم. الشخص ده من يوم ما سابكم وحصل الانفصال والطلاق ما بينكم، حياته كلها اتدمرت، زي ما لو كانت نوع من الكارما رجعت عليه، فأصبح يشتغل بكد وبكل حاجة، لكن دايما في فقر، مصاريف من هنا، مصاريف من هناك، حاجات كتيرة بتجيله كده فجأة، يضطر على إنه يصرف، على إنه ينفق، فعرف إنه الضرر اللي ألحقه بيكم هو اللي سبب اللي هو فيه دلوقتي، كمصايب ومصايب بتنزل على دماغه.
الشخص ده غالبا خانكم، خانكم ويلبس ماسكات كتيرة، إنسان مخادع، the false person، خانكم أو اتجوز عليكم أو كنتم معاه في علاقة رباعية أو ثلاثية أو حاجة زي كده، لكن شايف من وقت ما خرجتم أو طلعتم أنتم من العلاقة ملقاش الطعم اللي يحسه كل إنسان في حياته لما يكون مرتبط. غيابكم ألغى وجود حضور الغير زي ما يلغي حضور الغير في حضوركم. ما يعني هفسر أكتر وهركز أكتر، ركزوا أكتر عفوا. أنتم في حضوركم تلغوا حضور الغير من كتر ما أنتم ناس عندكم هيبة وعندكم جمال وعندكم تربية وعندكم أصول. تغيبوا من المكان ده حتى في غيابكم سايبين أثر يدفع على إن كل اللي حاضرين ملهمش قيمة. حضوركم وغيابكم يلغي وجود الغير، ودي الفكرة اللي توصل ليها الشخص ده أصحاب المجموعة الثانية. شايف إنه الحل الوحيد والطريقة الوحيدة اللي هيقدر يطلع منها من المشاكل اللي هو فيها دلوقتي إنه يخرج. بصوا نشوف الفراشات دي خارجة من غابة مظلمة إلى النور من هنا، إنه يرجع على خطواته عشان يخرج من الأزمة اللي هو فيها، يرجع على خطواته ويفتح التواصل ما بينكم انتوا الاتنين ويقترح عليكم الرجوع، لكن عشان تصدقوه لأنكم هو عارف انكم عارفين ان هو انسان مخادع، انسان ما عندوش كلمة، انسان مش وفي، انسان خاين الأمانة وخاين الثقة. فهيعمل ايه عشان تصدقوه؟ هيقترح عليكم او يهديلكم هدايا ثمينة، أو أول حاجة هيقولها لكم إنه عاوز يبعت لكم المبالغ المالية اللي ما بينكم أو يعوضكم على الخسائر اللي خسرتوها معاها. أظن إن عرفتم الشخص ده مين، يعني مش حد جديد لمعظمكم تقريبا. طب هل هو صادق؟ هيكون صادق في رجوعه ده؟ هل هيكون صادق في رجوعه؟ قلت لكم سبحان الله دايما كلامي بتأكدوا الكروت ورايا. قلت لكم انه انتم حضوركم او غيابكم يلغي حضور الغير. هو عرف قيمتكم الحقيقية واتفتحت عينيه على حاجات كتيرة ما كانش شايفها فيكم في الاول. فعشان كده تشانج، هيكون فيه تغيير في تفكيره وفي تصرفاته وفي كل حاجة، وده هيصدمكم في الرسالة اللي هو ناوي يبعتها لكم. وكمان أهو الجيفت، يعني الهدايا، هيقدم لكم الهدية اللي لما هيقدمها لكم يقول لكم عليها في الاتصال أو في الرسالة دي هتتخضوا وتتصدموا، يعني هتجيلكم زي الصدمة كده، هتندهشوا. إز إيه يا خرشي؟ إيه هيجي بعت لي كذا وبعت لي كذا وقال لي كذا؟ ما كنتوش متوقعين خالص، لأن معظمكم هنا مش متوقع خالص رجوع الشخص ده خالص. تمام، يعني الإنسان ده هيكون صريح وواضح وموثوق في كلامه وفي خطواته للرجوع للعلاقة بتاعتكم والجوازة بتاعتكم. انتم أحرار دلوقتي، تقبلوا برجوعه ولا لأ؟ للأسف جت القراءة كده. نشوف دلوقتي أهم الأوراق التي تنطبق عليها القراءة دي 100%.
80%، 60% و50%. يا جماعة الخير ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة، أو إذا ما كنتش مشترك اشترك وفعل الجرس. الأبراج دي طاقة القراءة، أيا كانت الأبراج بتاعكم أو بتاع الشخص ده اللي انتم حاسين الكلام عليه. 100% برج الأسد، برج السرطان، وبرج الثور. 80% برج الميزان، برج العقرب، وبرج الجوزاء. 60% برج الجدي، برج الدلو، وبرج القوس. 50% برج العذراء، برج الحوت، وبرج الحمل. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.